اهلا بحضراتكم من جديد. ضيفي وضيفكم النهارده واحد من النجوم الصاعده اللي احنا اتكلمنا عنهم كتير هنا في برنامج الاشبال ورهنا عليهم كتير، الظهير الايمن احمد سيد عبد النبي. منور ومشرف ابو حميد. بنورك والله يا كابتن، يعني مبسوط ان انا موجود مع حضرتك النهارده، وشرف ليا ان انا موجود مع حضرتك، وشرف ليا ان اكون موجود على قناه النادي الاهلي. يعني مش اول ظهور ليك على قناه الاهلي؟ لا لا، كان في ظهور قبل كده كنت مع حضرتك برضو، وكان مره مع كابتن هاني لما جينا واحتفلنا هنا، كنتوا محققين بطوله الدوري صح؟ كانت وعملنا لكم احتفاليه كبيره، كان الكلام ده من سنتين. كانت السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت وقتها انا قلت انتظروا يعني مدافع باك رايت انا براهن عليه، احمد سيد عبد النبي. صح كده؟ صح يا كابتن. ربنا يخليك والله يا كابتن، دي شهاده يعني ان انا اعتز بيها، وان شاء الله اكون قد اللي انت قلته عليا. يعني ان شاء الله ان شاء الله تاخد الفرصه وتقدر تثبت اكتر واكتر انك تستحق الفرصه تكون موجود في النادي الاهلي. ان شاء الله. قبل ما نبتدي كلامنا وحوارنا، تعال نشوف التقرير ده عن احمد سيد عبد النبي. زي ما احنا شفنا في التقرير ده ابو حميد، يعني ان شاء الله الفرصه تاخدها تاني مع المدرب الجديد للنادي الاهلي بعد رحيل سواريش اللي ادى برضو يعني فرصه لكتير من الناشئين، وشفناهم ظهروا بشكل جيد. مع المدرب الجديد ان شاء الله تاخد فرصه اكبر وتقدر تثبت نفسك وقتها ان شاء الله. يعني الفتره الجايه ان انا اقدر اثبت نفسي مع المدرب اللي الجديد، وان شاء الله تبقى فرصتي كبيره ان انا اشارك يعني، واخد واكون واخد وقت طويل يعني ان انا اشارك مع الفريق الاول، وان شاء الله ادي يعني واكون ادى على حسن ظن الناس يعني فيا ان شاء الله. عايزين البدايات بقى، انت الاول من القاهره ولا من محافظه من محافظات؟ من شبرا، من شبرا الخيمه. شبراوي يعني؟ شبراوي. شبرا الخيمه. بسوس. بسوس. فكره انك تروح، انت رحت النادي الاهلي عندك كام سنه الاول؟ انا رحت وانا عندي 8 سنين، رحت الاكاديميه. اول بدايتي في الاكاديميه بتاعت اكتوبر اللي هنا حي الاشجار. ورحت كان كابتن ابراهيم عبد الصمد هو الرئيس القطاع الرئيس الاكاديميه هناك. وشافني نزلني بقى مع المواليد اللي هو اكبر مني، كنت انا 2002 نزلت مع 2001. فكان ساعتها كده اللي كان ماسكنا كان كابتن احمد عبد الظاهر. ففضلت معاه فتره، وبعد كده نزلت بقى 2002 تاني، عشان كنت مفروض ان انا اتعلم برضو الاساسيات بتاعه الاكاديميه، ازاي في حاجات كده كان المفروض ان انا اتعلمها مع فرقتي وبعد كده اطلع فوق. تطلع القطاع ولا الفرقه الاكبر؟ الفرقه الاكبر. الفرقه الاكبر. بس بقى انا لما نزلت تحت في 2002 كان حصل كده شويه اختبارات بيختاروا يعني للفرقه بتاعه 2002 في القطاع يعني. فانا رشحوني كابتن اشرف ابو زيد، كان رشحني ان انا اروح الاختبارات دي. ورحت بقى وان شاء الله والحمد لله ربنا كرمني، ومن ساعتها بقى وانا موجود في النادي. بقالك حوالي 12 سنه. 12 سنه. 12 سنه ما شاء الله. مين المدربين اللي مروا عليك وانت بقى في قطاع الناشئين؟ كان كابتن اشرف ابو زيد اول واحد، وكابتن احمد يونس، وكابتن احمد جمال، وكابتن احمد سمير، وكابتن عصام صلاح. يعني ده ليه فضل عليا كبير قوي، كابتن سامر برضو، وكابتن احمد سراج. و مين المدرب المدربين اللي كابتن محمد شرف اشتغلت معاه فتره برضو، كابتن محمد شرف حققت معاه بطوله الدوري ثلاث سنين على ما اعتقد. المدرب بقى اللي انت ساب فيك بصمه طبعا تكون انا كنت في الاول اصلا كنت في اول ست سنين ما كنتش بلعب يعني، كنت لسه صغير كنت فما ما كنتش مش اساسي في فرقتي لحد ما جينا في لما لعبنا 11 كان كابتن عصام صلاح بقى هو كان اول واحد لعبني، فبشكره طبعا عشان هو ليه فضل عليا كبير قوي. وبعديه كابتن سامر طبعا، يعني كابتن سامر ده ليه فضل عليا كبير قوي ان هو فضل معانا سنتين، علمني حاجات كتير قوي في السنتين اللي سامر عبد الرحمن. وبعد كده بقى ابتديت باك رايت ولا كان في مركز ثاني بعد كده مدرب؟ انا اصلا كنت هاف رايت. وبعد كده بقى لما جه كابتن سامر حطني باك عشان كانت الباكات عندنا قليله، فهو اللي وظفك في المكان ده. فقال لي انا شايفك ان انت هتكون في المركز ده احسن من الهاف، وركز فيه وعلمني يعني الحاجات بتاعت الباك. فضلت معاه فتره بقى، قعدت معاه سنتين، كنت بلعب معاه الحمد لله يعني كل الماتشات. كابتن سامر عبد الرحمن من المدربين اللي عينهم حلوه في توظيف اللعيبه، يعني حتى طبعا. هو ماسك 2006 السنه اللي فاتت
بيقدر يوظف اللعيبه في اماكن مختلفه غير اماكنهم، ويقدر ياخد منهم كمان حاجات افضل ما هي عندهم كمان. هو ميزه كابتن سامر ان هو بيشتغل مع كل واحد على انفراد، يعني بيشوف اللعيب ناقصه ايه وبيتكلم معاه ان هو يزوده فيها. يعني انت مثلا ناقصك حاجه بيكلمك فيها ويفضل يشتغل معاك، يقول لك انت ناقصك حاجه لازم تشتغل عليها، ويقعد يشغلنا لوحدنا يعني بيتكلمنا على الغلطات اللي احنا بنعملها وبنحاول ان انا وهو بنصلحها مع بعض. كويس. لعبت انت في بطوله الرابطه مع الدرجه الاولى، وشاركت برضو في الفتره دي اللي فتره الناشئين لعبوا فيها، بس لكن عايز ابتدي الاول ببطوله الرابطه. بطوله الرابطه ما خدتش فيها فرصه كبيره، لكن برضو شاركت في مباريات كنت بتتمرن مع الدرجه الاولى، كان وقتها مستر موسيماني وفي لعيبه كتير. احكي لنا برضو على الفتره دي، ومين كان اول واحد بلغك انك تطلع الدرجه الاولى؟ كان الفتره دي كنت انا تحت، كنا بنلعب ماتشات تحت، فبلغونا انا ومجموعه من زمايل يعني كبيره ان احنا هنطلع فوق وهنلعب احنا ماتشات الرابطه، عشان اللعيبه كانت في المنتخب ولاعيبه مصابه، مفيش لعيبه وقتها المدلة. فكنت انا ومجموعه من زمايلي يعني، فكابتن خالد بيبو طبعا بشكره عشان هو ليه فضل عليا كبير قوي برضو، وهو كان هو اللي بلغني، اتصل بيا وبلغني فاول واحد يعني. قال لك شد حيلك، قال لي شد حيلك وان شاء الله فرصه تمسك فيها، وان شاء الله ما مش عاوزك تشوفك في الناشئين تاني يعني. لعبت انت وقتها مباراه، كانت مباراة ايه؟ كانت المباراة دي كانت بوب العرب. اول في الاسماعيلي. كانت الاسماعيلي. كانت اول مباراة ليا اشارك، كان الاسماعيلي في البرج العرب. دي كانت اول مباراة ليا. كانت اول مباراة ليا. وكنت برضو نزلت الجونة بعديها. نزلت في الدقيقة الأخيرة كده. كان موسيماني وقتها استقباله ليكوا بقى، كان كلامه معاكوا في الفترة دي؟ هو كان كلامه معانا كله كان ايجابي، ان انتوا عاوزين تشدوا حيلكوا يعني، شدوا حيلكوا عشان انتوا تبانوا للناس والناس تعرفكوا اكتر، والنوادي التانية تعرفكوا، حتى لو مالكوش فرصه في النادي ممكن تشوفكوا نوادي تانية، تروح حته تانية فتبدا الانديه. بس هي اللعيبه كانت ليها عامل كبير علينا يعني، ان هم كانوا بيتكلموا معانا كلهم والله. اللعيبه الكبيره كلهم كانوا بيتكلموا معانا كلام ايجابي يعني، ان انتوا ركزوا وشدوا حيلكوا وما تحطوش في دماغكوا حاجه. مين يعني زي مين من اللعيبه؟ والله كلهم يا كابتن يعني، مش عاوز انسى حد، بس كلهم كان اي لعيب بيبقى معانا بيكلمنا كلنا كلام ايجابي يعني. طيب دي الفتره كانت بتاعت بطوله الرابط. في فتره تانية، الفتره السابقه لما النادي الاهلي اخذ قرار ان الدوري هيستكمل باللاعبين الناشئين فريق الشباب، وكمان اللعيبه اللي كانت خارجه من الاصابه مع الدرجه الاولى. الفتره دي مهمه، وخدت فيها بقى فرصه بشكل اكبر، بدات تبتدي مباريات تلعب بشكل اساسي. الفتره اللي فاتت دي لما بلغونا ان احنا اللي هنلعب الماتشات الباقيه، كانت برضو علينا عامل كبير، علينا دافع كبير ان احنا نحاول ان احنا نبان بصوره كويسه للناس، ونبين نفسنا للناس والناس تعرفنا اكتر كمان زي الرابطه وكده. والحمد لله يعني قدرنا ان احنا نبان بشكل كويس. كنتوا قلقانين يعني؟ انت النهارده التجربه، انتوا كلكم لعيبه صغيرين مع بعض، مدعمين ببعض العناصر القليله جدا من الدرجه الاولى، لكن العدد الاكبر والمساحه الاكبر هتكون للناشئين، لكن دي بقى مش بطوله وديه، ده دوري ممتاز ومباريات. كنتوا بتكلموا بعض ازاي؟ اكيد كنا قلقانين شويه طبعا، ان احنا كلنا يعني كنا ناشئين كتير، فبنحاول ان احنا نكلم نفسنا ان احنا نبقى كلام ايجابي. ومصطفى شوبير طبعا كان ليه عامل كبير، ده جمعنا كلنا وقعد يتكلم معانا. دي خبرات بقى قديم. فجمعنا كلنا وقعد يتكلم معانا وقال لنا ما تحطوش في دماغكم حاجه يعني، ركزوا وان شاء الله كل واحد فيكم يعمل اللي هو يقدر عليه يعني. والحمد لله قدرنا نبان بصوره كويسه للناس والناس عرفتنا يعني. اول تمرينه ليك في ملعب مختار التتش بقى، وانت داخل اوضه اللبس وانت رايح الجزيره بعد ما كابتن خالد بيبو كلمك يا ابو حميد بكره هتروح مع الدرجه الاولى، اول تمرينه بقى وانت داخل ملعب مختار التتش وداخل اوضه اللبس، شعورك وقتها؟ كانت رهبه طبعا. اوضه اللبس دي اول حاجه بتبقى رهبه، لان وانت داخل اللعيبه الكبيره اللي انت بتتفرج عليهم، اللي انت داخل بتشوفهم بتتمرن معاهم، هتقعد معاهم في الاوضه، فبتبقى رهبه في الاول كده. بس والله لما دخلنا كابتن سعد سمير يعني قعد يكلمنا، دمه خفيف صح؟ هو دخل كده قال افيه يعني، عشان احنا كنا طالعين مجموعه مجموعه يعني، كنا بتاع 8 مثلا، فهو ده كنا داخلين، فانت بقى لازم تروح بدري عشان الوقت
فاول مره دي لازم تروح بدري بقى، يعني مثلا التجمع 3 تروح انت 2. لازم بدري تكون متواجد. لازم بدري طبعا عشان اول مره. فدخل كده بقى شافنا كلنا قاعدين، بيقول انا ايه اللي جابني مدينه نصر، انا جاي الجزيره. لما لقى مجموعه كبيره. بس بعديها بقى، بعديها قعد يكلمنا يعني، وما تخافوش من حاجه، ركزوا وان شاء الله كل واحد ياخد فرصته، واللي يجيله فرصه يمسك فيها ويثبت نفسه يعني. كابتن سيد وكابتن سامي قمصان، لا دول عليهم طبعا عامل كبير قوي في الفتره، الفتره اللي فاتت كانوا برضو يعني كانوا دافع لينا، وكل مكلميننا كل واحد يعني، كان كل واحد بيكلموه على انفراد، بيركزوا مع كل واحد فينا يعني، وكلمونا كان كلام ايجابي الحمد لله يعني. الاثنين طبعا. طب سواريش رغم الرحيل خلاص، هو ما خدش يعني، هو هنقول ما كانش موفق في الفترة اللي اشتغل فيها، جه في ظروف صعبة، انتهى خلاص عقده مع النادي الأهلي، رحل. برضو كمدرب كان بيتكلم معاكوا ازاي، والفترة دي كان معظمها ناشئين؟ هو كان كل كلامه برضو ان احنا نحاول نسوق نفسنا، ان انت تحاول تبين نفسك برضو للناس والناس تعرفك، وان انت تحاول تعمل حاجة في النادي، ان انت تفضل قاعد في النادي. هو كان كلامه معانا على انفراد، ان هو كان بيقول لي ان انت لعيب كويس وشد حيلك، وان شاء الله تاخد فرصه معايا الفتره اللي جايه يعني. عايز اقول لحضراتكم برضو يعني رساله دلوقتي على صفحه ريكاردو سواريش المدير الفني السابق للنادي الاهلي. يا ريت يا شباب لو عندنا رساله سواريش نعرضها ونشوف النادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي برغم رحيل المدرب بتاعه. شوف العلاقه الطيبه، شوف النهارده لما مدرب بيرحل اشتغل في ظروف صعبه، والناس كلها قالت في ظروف صعبه، والنادي الاهلي بيشوف ليه تطلعات اخرى مع مدرب اخر، لكن شوف انهاء العلاقه، شوف رغم رحيل المدرب والظروف اللي اتحط فيها، شوفوا كلامه ايه اللي قاله عن النادي الاهلي. حابب اقول لحضراتكم رساله ريكاردو سواريش اللي كتبها منذ قليل عن النادي الاهلي. بيقول: بكل فخر أنني مثلت أكبر نادي أفريقي، نادي القرن، أحد أشهر الأندية في العالم، الأهلي، العمل الذي قمنا به بهذه الطريقة المكثفة والمتفانية والعاطفية، وفي مثل هذا الوقت القصير يترك الجميع دون استثناء مع الشعور بأنهم قد قاموا بواجبهم. هذا النادي العملاق يعيش على على الألقاب، لكني ما زلت أعتبر أن النجاح هو الطريقة التي عمل بها كل من يعمل في النادي من جميع الأقسام، وكرس نفسه واجتمع معا وساهم في ذلك. على الرغم من كل العقبات قمنا بتكريم القميص. شكرا لكم جميعا. النجاح هو أيضا العائلة المكونة من جميع الرجال الحقيقيين الذين شكلوا الفريق، من الأكثر خبرة إلى أصغر الرجال العظماء الذين أسعدوني كثيرا بالعمل معهم. للجميع ولكن بشكل خاص للكثير من الشباب الذين سعدت بإطلاقهم في مختلف الألعاب. أريد أن أترك كلمة من الشجاعة والثقة، لأن ما فعلوه في جلسة التدريب بعد جلسة التدريب وما فعلوه في المباريات يكشف ما إنهم محترفون رائعون، ويجب أن يكون الأهلي سعيدا بوجود مثل هذه المجموعة القوية من الرجال. لم نفز بالبطولات، لكننا فزنا بألقاب الاحترام والاحتراف والاعتراف بأننا قدمنا كل شيء للأهلي. أتمنى لك كل التوفيق وأراك في يوم من الأيام. دي رسالة ريكاردو سواريش، الرسالة اللي بتعبر عن الحب والاحترام وتقديره للنادي الأهلي. ده مدرب يا جماعة مشي من النادي الأهلي، ودي الكلمات اللي تركها والمعاملة الطيبة اللي تعملها داخل النادي الأهلي في إنهاء العلاقة به رغم رحيله بعد ما يقرب من حوالي شهرين أو 3 شهور من النادي الأهلي. وثنائه أيضا على اللاعبين الناشئين اللي هو أحمد سيد عبد النبي ضيف النهارده واحد منه. نروح لفاصل، وبعد الفاصل مكملين في حوارنا مع ضيفي لاعب النادي الاهلي احمد سيد عبد النبي. اهلا بحضراتكم من جديد. ابو حميد قول لي بقى الفتره الاخيره المباريات اللي انت لعبتها. لعبت اخر فتره لعبت الماتشات اللي هي كانت المصري وامبي. اللي ابتديت فيها اساسي صح كده؟ اللي ابتديت فيها اساسي كان امبي والاسماعيلي. وكان اخر ماتش كان المصري تقريبا. المصري تقريبا نزلت في الشوط الثاني يعني. المباراه اللي انت شايفها وكنت قلقان منها شويه، اللي هي اول مباراه، كنت اول مباراه ان انا انزل اشارك دي كنت قلقان فيها شويه. انت بدايه اساسي ولا نزلت الشوط الثاني؟ لا كنت نزلت الشوط الثاني يعني. بتبقى رهبه، بس ان انت في الاول رهبه الملعب، رهبه اللعيبه
فدي كانت اول مباراه ليا ان انا انزل، فكنت حاسس برهبه شويه. دي كانت مباراه ايه؟ دي المباراه اللي النادي الاهلي فاز فيها 4 سيراميكا، صح؟ لعبت انت في مباراه سيراميكا؟ لعبت في مباراه سيراميكا ولعبت طلائع الجيش. لعبت طلائع، كنت هتجيب هدف في مباراه المصري. او في الشوط لما نزلت الشوط الثاني. كانت اخر كوره في تقريبا في الدقيقه كان 88. اللعيبه الكبيره مين اللي كان دايما بيكلمكم في الملعب غير مصطفى شوبير؟ انت قلت لي مصطفى شوبير، مين تاني كان متواجد؟ عبد المنعم لعب معاك؟ عبد المنعم كان عبد المنعم وكابتن رامي. طبعا كابتن رامي كان على طول بيكلمنا وبيحفزنا وشد حيلكم، حتى هو في الملعب كان بيقعد يكلمنا ولو غلطنا بيكلمنا يعني كويس. كان كابتن رامي وكابتن متولي وعب قادر. مباراه برضو الممتازه اللي عملتوها كانت مباراه انبي. كنا ماشيين، كنا الحمد لله يعني قدرنا ان احنا نعمل كانوا بيتكلموا معانا. كنا قبلها يعني المباراه اللي قبلها ما كناش ماشيين بشكل كويس. فكنا عاوزين نظهر للناس ان احنا لا احنا قادرين ان احنا نعمل حاجه يعني. كان تلعب ناحيه كريم فؤاد، جنب كريم فؤاد ورامي ربيعه. كان كريم ورا، وكان هو كنا بنلعب بثلاثه يعني، فكريم كان ورا وانا كنت باك. كنت بلعب باك يعني. ما كنتش بتخاف وانت بتزيد ومكانك رامي ربيعه كان يقول لك زيد ما تخافش؟ كان لا هو لما كنت بزيد كان كابتن رامي بيقول لي روح وما تخافش، احنا وراه. وكريم برده كان برده بيقعد يكلمني كتير ان انت روح وما تخافش انا واقف انا. كان بيكلمني كتير يعني، كان هم كلهم بيكلمونا والله. ده برده عندنا لقطات دي من دوري الجمهوريه بقى، فريق الشباب كان زياد طارق ينزل يلعب معاكو برده عشان المباريات يجهز. كان متواجد معاكم رأفت خليل، دي برضو لقطات ليك من احسن المباريات اللي يعني ما تنساهاش في الناشئين. كانت الزمالك كنا كسبنا 3-2 ساعتها، كانت برضو في عشان احنا كنا هناخد البطوله، وكانت الماتش ده دي كانت في ختام الدوري صح؟ كان ختام الدوري. كنا احنا المباراه دي زعناها، فاز النادي الاهلي 3-2 فيها. كنا كانت المباراه دي كنا احنا واخدين الدوري، بس برضو كنا عاوزين ان احنا نكسب المباراه دي عشان ننهي الموسم ان احنا كسبانين الزمالك. تاكد عليه. ناكد بقى ان احنا قول لي بقى مين مسرك الاعلى او مين اللعيبه اللي بتعجبك في الدرجه الاولى محليا ولا محليا الاول؟ محليا الاول وعالميا. كان كابتن احمد فتحي. احمد فتحي من اللعيبه اللي يعجبوك؟ طبعا. ايه اللي كان بيعجبك في احمد فتحي؟ روحه طبعا، دي كانت اكتر حاجه كانت شداني فيه، ان هو بيلعب بروح، بيلعب بقلب، ما بيخافش. بيلعب حتى لو هيموت نفسه على الكوره هو هيدخل يعني، لو هيموت على الكوره هو هيدخل ياخد الكوره. دي كانت اكتر حاجه بتعجبني في كابتن احمد فتحي. ما لحقتش اكرم، كان اتصاب ولا حضرته في الملعب؟ لا اكرم ما حضرتوش. هو حضرته الفتره الاخيره لما هو رجع من الاصابه، بدا يدخل معاكم بدا يدخل يشارك معانا في التمرين كده واحده واحده يعني. طب طمنا برضو فرصه وانت موجود مع اكرم، اخباره ايه في الملعب؟ الدنيا دنيته اخبارها ايه؟ لا والله هو يعني الحمد لله اكرم احسن دلوقتي بكتير عن المراحل اللي فاتت، وهو نزل كان معانا كان بيشارك في التقسيمات وكان بشكل طبيعي كامل. وان شاء الله يرجع يعني. واكرم مش محتاج حد يتكلم عليه يعني، الناس كلها عارفه مين اكرم توفيق. طيب قلت لي احمد فتحي محليا، مين عالميا بقى؟ ارنولد نجم ليفربول. ده من اللعيبه انت لعيب ما شاء الله بجد يعني. قول لي طموحاتك ايه يا ابو حميد مع النادي الاهلي بقى؟ انت خدت فرصه في الرابطه كانت قليله، المباريات الاخيره خدت فرصه بشكل اكبر مع رحيل سواريش وقدوم مدرب جديد لسه بقى بدايته بيتعرف على اللعيبه من اول وجديد، طموحاتك ايه مع النادي الاهلي؟ طموحاتي ان شاء الله الفتره اللي جايه ان انا اشارك يعني، والفتره اللي جايه ان انا اشارك مع النادي واحقق معاه بطولات واكمل معاه يعني. اكمل معاه بقى ونحقق واحقق معاه بطولات كتير. الفرق انت حضرت هنا التمرينات في الدرجه الاولى وحضرت التمرينات في الناشئين، عايز اعرف الفرق بقى. الفرق كايه بالظبط؟ كتمرينات كتدريبات. التمرينات تحت بتبقى بقى ان انت عادي، انت بتبقى رايح التمرين اصل انت تحت مفيش بقى ضغط. مفيش ضغط، بتبقى رايح عادي، بتبقى كل انت اتعودت يعني، ان انت بقالي 12 سنه فمتعود ان انا اروح خلاص مش تحت ضغط. انما في الفريق الاول بتبقى تحت ضغط بقى، ان انت لازم تبان كويس عشان المدرب يشوفك عشان يديك فرصه، فانت لازم تبان للناس للمدرب يعني ان انت كويس.
فده هو ده كان فرق ما بين تحت وفوق. تحت. دايما فوق انت دايما فوق انت عاوز حين. عاوز تشد نفسك عشان المدرب يشوف انت ان انت بتجري وبتاع وبتلعب فهو ده الفرق، ان انت بتبقى فوق ضغط، تحت ضغط، وتحت لا، تحت انت اتعودت الامور اسهل. تحت انت اتعودت، انت خلاص بقى التمرين، انت بقى لك كذا سنه في التحت في وعرفت التمرين ماشي ازاي وكل حاجه. انما فوق بقى انت لازم تبان بشكل كويس كل يوم، كل يوم لازم تبان بشكل كويس. يعني ما فيش يوم مثلا ما ينفعش ان انا اريح النهارده، لعبت المباراه دي بشكل لا. كويس فانا التمرين اللي بعديها اريح. لا، انت لازم تبان كل يوم بشكل احسن كمان، يعني مش كل يوم بنفس الاداء، لازم تبان بشكل احسن عشان تبان حتى للمدرب ان هو يديك فرصه. حتى مين اللي كان بيقعد معاك في الاوضه في المعسكرات؟ لا، هو المعسكرات بنقعد لوحدنا، كل واحد في اوضه لوحده، كل واحد في اوضه لوحده. بس كلنا كنا بنتجمع بقى مثلا على العشاء على الغداء، وكلنا نقعد مع بعض شويه، وبعد كده كل واحد بقى يروح يقعد في الاوضه يشوف بقى الحاجات اللي هو بيعملها قبل الماتش، يركز في الماتش يعني. بس انت قلت لي بقالك 12 سنه في النادي الاهلي، ايه اللي اتعلمته في ال 12 سنه داخل النادي الاهلي، سواء في قطاع الناشئين او في الفتره اللي انت بقيت فيها في الدرجه الاولى؟ اتعلمت ان انا احترم المنافس حتى لو كان هو قل ادبه عليا او حاجه زي كده، واتعلمت ان انا لازم ابقى محترم، ده جوه الملعب وبره الملعب، والناس تشوفني تبقى ابقى قدوه ليهم، ان هم شايفيني حاجه كويسه، عشان هي ان انت بتبقى في ناس شايفاك كتير، فلازم تبقى قدوه ليهم ان هم يشوفوك بشكل كويس، يعني ما يشوفوكش خارج عن المنظومه ولا حاجه، لازم يشوفوك منضبط وكل حاجه. اللي هو اكتر حاجه اتعلمتها في الاهلي الانضباط، ان هم لازم تبقى ماشي منضبط، لازم تبقى ماشي مع المجموعه، ما ينفعش تخرج بره، لازم تبقى ماشي معاهم بالظبط. يعني هي دي قيم ومبادئ النادي الاهلي. احسن كلمه اتعلمت داخل النادي الاهلي الانضباط. شرفتنا ونورتنا ابو حميد، وبنتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق خلال الفتره اللي جايه، وتاخد فرصه حقيقيه ان شاء الله، وتقدر تقول ان انا موجود واستحق ان انا اكون اساسي في النادي الاهلي. ربنا يخليك يا كابتن اسامه، وانا مبسوط ان انا كنت مع حضرتك، ومبسوط ان انا كنت موجود على قناه النادي الاهلي، واحنا مراهنين عليك دايما ان شاء الله. يعني وانا ان شاء الله اكون قد الرهان ده ان شاء الله، واحنا يعني دايما ثقتنا في الله وفيك كبيره، ان شاء الله تقدر تبقى قد التحدي وتثبت نفسك مع الفريق الاول. ان شاء الله باذن الله اقدر اعمل حاجه مع الفريق الاول، واقدر احقق معاه بطولات كتير ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بشكر ضيفي احمد سيد عبد النبي، واحد من اللي احنا اتكلمنا عليهم كتير هنا في برنامج الاشبال، واحد ان شاء الله انتظروه خلال الفتره القادمه، نتمنى له ان شاء الله كل التوفيق. بكده وصلنا لنهايه حلقتنا، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. خلال الفتره القادمه رساله الجمهور النادي الاهلي، الدعم والمسانده لمجلس الاداره، للعيبه، للمدرب الجديد، للصفقات الجديده للنادي الاهلي، هيتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة. شوف حضراتكم على ألف خير، وحلقة جديدة من الأشبال الأسبوع القادم. شكرا وإلى اللقاء.